السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أبناء الطلاب مرحبا بكم، معكم معلم اللغة العربية مستر عبد الرحمن إمام علي في ام اس أكاديمي. أهلا بكم في ام اس أكاديمي مرة أخرى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا إن شاء الله بإذن الله وعليكم خلال هذه الحصة سنقوم بشرح درس سهل ويسير جدا بالنسبة لكل الطلاب إن شاء الله بإذن الله. طبعا عنوان الدرس الفعل اللازم والفعل المتعدي، ما معنى لزوم الفعل او تعدي الفعل؟ من منكم لديه فكرة؟ اي طالب لديه فكرة يتفضل يقول او يتحدث. اتفضل الفعل محسن. لازم ملهوش مفعول به، والفعل المتعدي الفعل لازم اللازم لا مفعول يحتاج الى مفعول به. ممتاز، حمزة حمزاوي تفضل يا حمزة او يا حمزاوي. ينفع اتكلم انا يا مستر تفضل، ولا ماشي انا؟ تفضل. محمد سليمان. يعني فعل لازم، يعني فعل متعدي. الفعل اللازم لا يحتوي بأوله أو وسطه أو آخره ألف أو ياء أو واو، أما المتعدي يحتوي بأوله لا، انت تتحدث عن الفعل، عن الفعل المعتل والفعل، انت تتحدث عن الاعتلال الفعل. تمام، اعتمدك فعل على صحيح الفعل. وفعل معتل. لا لا يا شباب، الفعل الصحيح والفعل المعتل. طبعا الفعل الصحيح هو الذي لا يوجد فيه اي حرف من حروف العله، لكن الفعل اللازم والفعل المتعدي يا شباب، الفعل اللازم اي لا يحتاج الى مفعول به، الفعل اللازم ذلك الفعل الذي لا يحتاج الى مفعول به، تمام، ليتم معنى الجمله. تمام يا مستر انا كنت رافع ايدي عشان اقول لحضرتك ما تمام 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 ماشي يا حمزه. اذا الفعل اللازم لا انا يحتاج مريم الى معلم، مفعول به. هنجيب، سوف نوضح بالامثله يا شباب. الفعل اللازم ممكن لا اعرف يحتاج، اسم ده؟ تمام، الفعل اللازم لا يحتاج الى مفعول به لكي يتم المعنى للفعل اللازم. اما الفعل المتعدي لابد من وجود مفعول به، يحتاج الى مفعول به او اكثر. هناك افعال تنصب مفعولين وهناك افعال تنصب ثلاث مفاعيل. تمام، طيب سنوضح ذلك بالامثله. ركزوا كده يا شباب سريعا. نبت الزرع، نبت الزرع، عندما نقول محمد سليمان نبت الزرع، اعرف كده يا محمد. محمد سليمان، الكل يعرف الشات يا شباب، اعربوا في الشات نبت الزرع، هذا النساء. نبت الزرع اعربوا في النساء. فعل ايه؟ محمد فعل سليمان فين؟ لازم لا لا، الاعراب لا نقول فعل لازم او فعل متعدي. في الاعراب لا نقول فعل لازم او فعل ايه او فعل متعدي، تمام؟ تمام. في الاعراب لا نقول فعل لازم او فعل ايه او فعل متعدي يا شباب، تمام؟ لحظة بس كده. معلم ممكن أعرف اسم الدرس؟ نعم، ممكن أعرف اسم الدرس إيه؟ اسم الدرس الفعل اللازم والفعل المتعدي. يلا سريع يا شباب اعربوا لي. نبت الزرع، يلا. مستر النظام رجعة؟ في الشات، الكل يعرف في الشات، الصف الثاني الاعدادي. نبت الزرع، هل احتاجت لمفعول به؟ اعرب لنا كده. محمد سليمان موجود؟ محمد سليمان أنا هنا. اعرب لي كده يا ولدي. محمد نبت الزرع، اعربها لي كده. نبت تعرف ايه؟ نبت فعل فعل ماضي. ماضي نعم، منصوب وعلامة مبني على الفتح. نصبه الفعل الماضي دائما مبني، مبني على الفتح. ايه اللي نبت؟ نبت الزرع ممتاز، نبت الزرع. الزرع، ما اعرف كلمة الزرع. زرع نائب فاعل لماذا أعربت نائب نائب فاعل؟ هي فاعل وليس نائب فاعل. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم عادي، هل تحتاج إلى مفعول به؟ فهمنا أن الزرع ماله يا شباب؟ لا ما نبت. تحتاجش. يبقى فهمنا أن الزرع، أن الزرع نبت، نبت الزرع، فهمنا أن الزرع إيه؟ قد نبت، فهمنا أن الزرع إيه؟ نبت، تمام؟ طب يا مستر فهمنا أن امتى الزرع تبقى نبت. نائب فاعل؟ طيب، يبقى إذا لا نحتاج إلى مفعول به. عاد الطالب من الامتحان. عاد الطالب من الامتحان. يوسف، يا يوسف، الكل يعرف في الشات يا شباب هذا المثال. عاد الطالب من الامتحان، سأفتح الشات أرى كم طالب قام بالإجابة. يوسف، ما يمس أعرف يا ولدي، عاد الطالب من الامتحان، أعرف كده سريعا. عادة يبقى فعل ماضي مرفوع. لا،
مبني، الفعل الماضي مبني، الفعل الماضي ايوه، ماله؟ فالفعل الماضي مبني على الفتح. ممتاز. الطالب. الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم. ممتاز. من الامتحان، الامتحان اعربها، اكتبها يا شباب في الشات الاعرابي. من حرف ثانية جر، ممتازة والله. مضروب. اه والامتحان، من حرف جر والامتحان تعرف ايه؟ والامتحان اسم مجرور. ممتاز. طيب مريم اعرابها فعل لازم لانها ممتازة يا مريم، وحمزة ممتاز اعرابه، وفي اتوقع هي مريم اللي تقوم بكل هذا الاعراب، ومحسن ممتاز. اين باقي الشباب يا شباب؟ اين اعراب باقي الشباب في الشات يا شباب؟ لسه انا عايز اقولك. حاضر خليك، بس انا يعني بطلب منكم تقوم بالاجابه في بالاعراب في الشات. يبقى عاده فعل ماضي مبني على الفتح، الفاعل كلمه الطالب فعل مرفوع على مرفوع الضمه. يا فارس، فارس هل احتجنا الى مفعول به؟ هل موجود مفعول به هنا يا فارس؟ فين المفعول به في عاده الطالب من الامتحان؟ اين المفعول به؟ في مفعول به؟ لا. يبقى اذا هذا الفعل لازم، هذا الفعل لازم لانه اكتفى بالفاعل، اكتفى بالفاعل، اعيد مره ثانيه، اكتفى بالفاعل، الفعل هنا لازم لانه اكتفى بالفاعل، اعيد مره ثانيه. طيب يحيى، يعني مستر عادي فعل لازم صح؟ لا بس اه عاد فعل لازم، اين المفعول به؟ لا يوجد مفعول به. عاد طيب يا يحيى سيتضح بذلك، يذهب العامل الى المصنع، اعرف كده يا يحيى، الكل يعرف في الشات شباب، الكل يقوم بالاعراف في الشات. اه يذهب العامل الى المصنع، اعرف كده يا يحيى، اعرفوا في الشات يا شباب. يذهب، ما يذهب فعل لازم. ممتاز يا سوما، محسن ممتاز يا محسن، كمل. اه فعل لازم، فعل ايه؟ مضارع مضى الامر. الفاعل فعل مضارع، فعل مضارع إلى ماله؟ فعل حرف مضارع جر، مجرور، منصوب، منصوب، مجزوم، اي ايه؟ مجزوم. ايه اللي جزمه؟ هل سبقه الجزم؟ الفعل المضارع لا يجر، لم يسبق بعد الجزم ولا نصب، يبقى اذا هذا فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه، عدني. طالما لم يسبق الفعل المضارع باداه نصب او اداه جزم، الكل يكتب لي اداه النصب يا شباب، اكتبوا لي اداه النصب في الشات فضلا كتابك. ممتازه يا كنزي، ممتاز يا حمزه، اكتبوا لي اداه النصب في الشات كله. يبقى يا يحيى يدك فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه، العامل اعرابها ايه؟ كلمه العامل اعرابها ايه؟ فاعل. أنا من مش الذي اعراب كلمه فاعل العامل ايه؟ مرفوع، فاعل مرفوع علامة رفع الضم. الى المصنع، المصنع ما اعراب كلمه المصنع؟ ممتازه يا مريم، ممتاز يا المص حمزه. اسمه اسمه مجرور مجرور وعلامة وعلامه جر وكسر. جر هل في، الكسر. هل موجود مفعول به هنا؟ لا لا. هل الكلام أنا تام ام مش ناقص على كده؟ الكلام تام، تمام. اذا هذا الفعل لازم لانه اكتفى بالفاعل، هذا الفعل لازم لانه اكتفى بالفاعل، لازم مستر. طالما فاعل، لازم فاعل. لحظه بس، اتفضل يا ولدي. اسال. يعني طالما مستر المعنى واضح من الفعل والفاعل، يبقى ما فيش مفعول به. طالما لم لا يوجد مفعول به والكلام متسق بدون مفعول به يكون فعل لازم، ولكن هناك قد يحذف المفعول به اذا فهم من المعنى، اذا فهم من المعنى، وساوضح ذلك. حروف ادوات نصب الفعل المضارع ان لم كي حتى لم التعليل، ان لم كي حتى لم التعليل. ادوات جزم الفعل المضارع ايه؟ بسرعه كده اكتبوا لنا ادوات جزم الفعل المضارع يا شباب، اكتبوا ادوات جزم الفعل المضارع. اكتبوا لنا في الشات كده ادوات جزم الفعل المضارع. جزم ولا نصب؟ جزم، ادوات جزم، احنا قلنا نصب، ادوات جزم الفعل المضارع. سريعا يلا يا شباب. ادوات جزم الفعل المضارع. حد يعرفهم؟ ممتاز يا احمد بدأ يكتبهم، ويوسف ممتاز، مين تاني بيكتب؟ يبقى ادوات جزم الفعل المضارع اللي هي لم ولما ولم الامر ولا النهايه، لم ولما ولم الامر ولا النهايه، لام الامر ولا النهايه. طيب طبعا انا اقول كتبتها تاني، لحضرتك، ممكن تقول ممكن تعيد لحضرتك ادوات النصب تاني؟ ادوات النصب ان لم كي حتى، حاضر ان
لن كي حتى لم التعليل. طبعا في ادوات تانية بس ايه والجزم. الجزم معلش تعيد فني نفسه. انا كاتبهم اهو، كاتبهم ان لن كي حتى لم التعليل، ان لن كي حتى لم لا التعليل. دول الجزم مش النصب، النصب. ادوات نصب. انت عايز الجزم ولا النصب؟ الجزم لم ولما ولم الامر ولا الناهية. يا سلام، حضرتك شفت العنب عدته؟ ممتازة يا مريم، ممتازة ما شاء الله. طيب إذا يا شباب، الفعل نبت الزرع، فعل وفاعل لا نحتاج إلى مفعول به، ده فعل لازم، لازم فاعل، لازم فاعل، متعد مفعول به، متعد مفعول به، فعل متعدي لابد من وجود المفعول به، الفعل المتعدي لابد من وجود مفعول به، سنوضح بالأمثلة. طبعا هناك بعض الأفعال اللازمة مثل هذه الأفعال التي أمامكم، يجب، ينبغي، يمكن، حسن، قبح، طال، قصر، هذه الأفعال، تمام؟ هذه الأفعال دائما تكون أفعال لازمة، دائما بتكون أفعال لازمة، تمام؟ وضحت؟ طيب الفعل المتعدي، هناك فعل يتعدى لمفعول به واحد، وهناك أفعال تتعدى إلى مفعولين، وهناك تتعدى إلى 3 مفاعيل. نركز كده يا شباب، لحظة، لو عملنا مثلا احنا كده اهو، يا نسأل طالب كده، ماشي اتفضل. طيب فهم الطالب، لو قلت فهم الطالب وسكت، هل كده كلام تام؟ لا، فاهم الطالب ايه؟ ايه اللي فهم الطالب؟ يبقى اذا لابد، اعرب لي هذا، الكل يعرب، يقوم باعراب هذا المثال، فهم الطالب الدرس الدرس، اعربوا لي هذا المثال يا هنا. شباب، الكل في الشات، الكل يقوم باعراب هذا المثال في الشات، يحيى اعرف في الشات، كل يعرف في الشات، فهم الطالب الدرس، اعربوا لي هذا المثال في الشات، لحظات يا فاهمة اكتبوا على في الشات، مستقبل اكتبوا في الشات، أجيب في الشات. اكتبوا الاعراب في الشات، الكل يكتب الاعراب في الشات كي ارى اين الخطأ. ممتاز يا حمزة، ممتاز يا يوسف، مين ده؟ ممتاز يا مريم والله، مين تاني؟ يحيى، ماشي ممتاز يا يحيى، محسن، الطالب فاعل وليس فعل يا محسن، أحمد ممتاز. طيب يا شباب، يبقى اذا فهم فعل ماضي مبني على الفتح، يوسف اكمل اعراب، الطالب، ما اعراب كلمة الطالب يا يوسف؟ كتبت فعل من الأولى الأسرة. سنقوم بالاضافه، يوسف، يوسف عبد الماجد، ايوه بس وانا اعرب كتبت لي يا لك في حبيبي الشات. كده فهم الطالب، انا رايته والله في الشات، بس نعربها مره ثانيه كي نوضح اذا في خطا عند بعض الطلاب، كي لا يعني ان هناك طالب باسمي في الخطأ. فهم الطالب الدرس، اعرف لي كده، الكل يركز، اعرف كده، اعرف، فهم تعرف ايه؟ فهم يوسف، سمعنا ولا لا؟ ايوه اعرف يا حبيبي، فاهم الطالب الدرس، عرفها، فاهم تعرف ايه؟ فاهمة، هتبقى فعل ماضي مبني على الفتح، الطالب ممتاز، تعرف ايه؟ فعل مرفوع علامة رفع الضم، الدرس ممتاز، الدرس تعرف ايه؟ مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة. ممتاز. هذا الفعل نصب مفعول به، يعني فعل لازم ام فعل متعدي؟ متعدد ممتاز، متعدي لكم مفعول؟ لمفعول به واحد اللي هو الدرس، متعدي لمفعول به واحد. طيب نسأل محمد سليمان، ظن أحمد الجو باردا، ظن، اعرفوا هذا المثال يا شباب، ظن أحمد الجو باردا، محمد سليمان، محمد سليمان. تمام، موجود. طيب ظن فعل ماضي مبني على الفتح، أحمد فعل مرفوع علامة رفع الضمة، الجو مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة،
باردا مفعول به التاني منصوب وعلامة نصب فتحة. الله يفتح عليك. مريم، في عندك جزئية كده خطأ، بتعرفك ما شاء الله ممتازة. ظن أحمد الجو باردا، ظن فعل ماضي مبني على الفتح، اللي ظنه أحمد. إحنا أخذنا وشرحنا السنوات السابقة الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وأفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، سوف نوضح ذلك في القاعدة. ظن فعل ماضي مبني على الفتح، أحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الجو مفعول به، ظن أحمد الجو مفعول به منصوب وعلامة الفتحة، الجو ما به؟ باردا مفعول به ثاني، الجو مفعول به أول، باردا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب يا أستاذ لماذا لم نقم بإعراب كلمة باردا حالا؟ لماذا لم نقم بإعراب كلمة باردا حالا؟ لما نقول حضر الأب مسرورا أو جاء خالد مبتسما، جاء خالد مبتسما، إحنا ممكن قد لا نقول كلمة مبتسم دي، جاء خالد، هل اختل المعنى؟ إذا قلنا مثلا جاء خالد وسكتنا، هل اختلف المعنى؟ لا لم يختلف المعنى، تمام؟ أحب يا أستاذ هل لما إذا قلنا مثلا يا جاء مستر خالد، الجملة جاء خالد مبتسما، إذا قلنا جاء خالد وسكتنا، حذفنا كلمة مبتسما دي، حذفناها. أها. هل اختل المعنى؟ ضاع لا المعنى؟ لا يا مستر لم يختل المعنى، طيب نحذف هنا باردا. ظن أحمد الجو، ماله الجو؟ لا إيه اللي ظنه أحمد في الجو؟ حار أو بارد تمام، وضحت؟ حددش تمام، يبقى باردا هنا مفعول به ثاني منصوب، هذا الفعل ينصب مفعولين اللي هو فعل ظن متعد. اه اتفضل. يعني يا مستر لو حذفت الحال يعني فوق كان هو جاء مثلا الأب مبتسما، لو حذفت الحال اللي هو مبتسما الجملة ما بتتأثرش صح؟ جاء الأب مبتسما، أهو جاء الأب وسكتنا، إيه المشكلة؟ ما حصلش حاجة. طب قرأ الطالب وسكت بدل، قرأ الطالب وسكت، إيه رأيك؟ لا يا القصة، مستر الدرس، إيه اللي قرأ الطالب؟ وضحت؟ محتاجة حاجة وراها، محتاج مفعول به أيوه، المفعول به عشان متمم توضح. للمعنى، المفعول به متمم للمعنى يا شباب. طيب منح المعلم المتفوقين وسكت، هل كده الكلام تام بالتام؟ اه لا يا مستر منح لازم يعني يبقى فيه اعطى مفعول يعني. به. طيب لو قلنا اعطى المعلم المتفوقين اعطاهم ايه؟ ما الذي اعطاهم؟ ينفع نقول كلمه جائزه حال؟ لا طبعا. لا تمام، يبقى هنا منح فعل ماضي مبني على الفتح، المعلم فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه، المتفوقين مفعول به أول مفعول به منصوب اول مفعول منصوب على نصبه ايه؟ ليه لأنه رقم ذكر كده سالم ممتازين، جائزه بس مفعول ترى به، كلمة الجو مفعول دي به مفعول ثالث. بها أول، نعم كلمة الجو دي مفعول بها أول. ايوه مفعول به اول منصوب. أول وصفة اسمها الافعال أول التي تنصب مفعولين هوضحها طيب خلال القاعده، حاضر، واثناء ما اقول القاعده هوضح الافعال كلها، تمام؟ لان هناك افعال تنصب مفعولهم به واحد، الافعال الاقصد التي تنصب مفعولين اصلهم مبتدا والخبر، وفي افعال هناك ايضا ليس اصلهم مبتدا والخبر، تمام؟ طيب يبقى اذا الفعل منح متعدد كم مفعول؟ اكتبوا لي في الشات يا شباب. الفعل منح متعدد كم مفعول؟ الفعل منح ثلاثة أكثر، متعدد كم مفعول؟ ممتازة ثلاثة ممتازة يا محسن، شوف كده اثنين اكتبوا، محسن كاتب صح، فريدة صح، مريم ممتازة، سوما صح، يوسف تمام ممتاز، أين الباقي؟ أين باقي الطلاب؟ أين إجاباتكم؟ حمزة ممتاز، شاهد ممتازة، حمزاوي، يحيى ممتاز، ممتاز، في حمزة وفي حمزة ممتاز، أحمد لماذا ثلاث مفاعيل يا أحمد؟ محمد سليمان تمام، كنزي اثنين ممتازة، يا مستر فين ثلاث مفاعيل؟ منح فعل ماضي، المعلم فاعل، منح المعلم مين؟ المتفوقين مفعول به أول، جائزة مفعول به ثاني، تمام؟ لا يوجد ثلاث مفاعيل، لا يوجد ثلاث مفاعيل هنا، تمام؟ طيب تمام. ممكن في أفعال مثل أنبأ مثلا، أو أخبر، أحسن حضرتك شفت أخبر الشات؟ المعلم الطالب الجو بارد مثلا، أخبر المعلم، أهو أخبر ربع الماضي، مين اللي أخبر المعلم؟ أخبر مين الطالب؟ أخبره ماله؟ أخبره بإيه الجو؟ ماله الجو مثلا بارد، أهو أدي فاعل ده مفعول به أول، مفعول به ثاني، مفعول به ثالث، ثلاث مفاهيم ده صح؟ ثلاث مفاعيل، هنا متعدد لثلاث مفاعيل، نبأ أو أخبر، تمام؟
او انبأ، هناك بعض الافعال يعني. تمام، طيب ركزوا معايا، ركزوا معايا. قال المثال ده، قال الرجل الحق، الفعل ده لازم فعل متعدي، تملي في الشات، فعل قال، فعل لازم فعل متعدي، لازم اكتبه في الشات، اكتب يا يحيى. ممتازين. ليه يعني في بعض ممكن كاتب ماشي. طيب مستر ماشي، ممكن فريدة، أوضح السبب؟ فريدة قال الرجل الحق، اعرف هذا المثال يا فريدة. فريدة قال تكون فعل ماضي، الرجل مبني على الفتح. الرجل الرجل مبني الفتح، الحق تكون فاعل، الرجل فاعل مرفوع مرفوع الضمة. الرجل فاعل، الحق تكون مفعول به، مفعول به، منصوب، وعلم. طيب يعني ده فعل لازم ولا متعدي؟ لازم لا، لازم، طالما نصب مفعول به يبقى لأنه مفعول متعدي. واحد. لا، انا قلت الفعل اللازم يرفع فاعل فقط، الفعل اللازم يرفع فاعلا فقط. طب هو هنا نصب مفعول به ولا لا؟ نصب مفعول به ام لا يا نصر، شباب؟ نعم. ازاي؟ حضرتك يا أستاذ الحق نعت. ليه نعت؟ لحظة لحظة، ليه؟ مين اللي بيقول نعت؟ مين اللي بيقول نعت؟ تفضل تكلم، انا هوضح لك كيف مش نعت، ليس بنعت. يا شباب اسمعوني، الكثير من الطلاب حضرتك أنا للاسف، برضو بقول نعت. طيب النعت تمام، انا متفق معكم انها نعت، ولكن اما تقنعوني او اقنعكم. اقول الطالب المجتهد، الطالب المجتهد مهذب. اين الخبر؟ اين الخبر؟ اين الخبر؟ مهذب نعم، مهذب مهذب. مهذب الطالب ماله يا استاذ؟ مهذب. الطالب ماله؟ مهذب، مبتدأ مهذب. وخبر، صح؟ هل يصح لي ان اصف الطالب انه مهذب، انه مجتهد ولا لا؟ ينفع ينفع اصف الطالب انه مجتهد ولا لا؟ جاوبه، ينفع ينفع صفة انه مهذب، انه مجتهد. طيب قال الرجل الحق، هل ينفع اصف الرجل انه حق؟ لا، يعني النعت بتبقى صفة للي صفة قبلها. يا حبيبي، اصل كثير من الطلاب يجب نكرة ونكرة، يقول لك النكرة الثانية نعت، خطأ. حضر طالب علم، حضر طالب علم، هل كلمة، هل ينفع اصف الطالب انه علم؟ لا ما هو نكرة ونكرة، هنا مضاف اليه، المضاف اليه يفيد التخصيص، المضاف اليه يفيد التخصيص، نكرة ونكرة والنكرة الثانية سؤال نعم. مستر، يعني تفضل. المهذب دي حال ولا هو حضر حال طالب وحال؟ علم، ساعتها العلم هتبقى مضاف إليه معنوي. مضاف اليه معناه لا مشكله، او لا مش مشكله، اهم حاجه انه مضاف اليه يا بنتي. تمام، انه المضاف اليه يفيد التخصيص، معنوي لفظي، الكلام ده كله يعني والله ما اعرف يعني من اين اتيتم بهذا الكلام. الفكره كلها ان المضاف اليه يفيد التخصيص، يعني ايه المضاف مستر؟ اليه يفيد التخصيص. اسمعوني، كلمه يعني ايه طالب، كلمه طالب نكره، وكلمه علم نكره، لكن لو قلت حضر طالب مجتهد، اذا كلمه مجتهد هنا ينفع اصف الطالب انه مجتهد ولا لا؟ ينفع. ينفع، يبقى دي صفه نعت، نعت، لكن هنا لا استطيع ان اصف الطالب انه ايه، انه علم. وضحت؟ مستر، طب مهذب دي هتبقى حال ولا هتبقى حاجة تانية؟ دي لا، طب اعرف معايا، الطالب مبتدأ، الطالب ماله؟ الطالب ماله؟ مهذب خبر، مش المبتدأ يحتاج الى خبر؟ وضحت؟ المبتدأ يحتاج إلى خبر. طيب ندخل على هذه الجملة، قال الرجل الحق، أول شيء قال من رجال الرجل، الرجل ماذا قال؟ إيه رجال الرجل؟ الحق الحق مفعول به،
مفعول به منصوب، لان احنا وضحنا لا نستطيع ان نقول ان كلمه الحق هنا نعت او صفه للرجل، لاننا لا نستطيع ان نصف الرجل انه حق. شرح المعلم الدرس اهو، شرح اعرفوه يلا كده، شرح المعلم أنا مستر عارفه. فعل الماضي مبني، المعلم فاعل، الدرس لحظة يا شباب، سكروا الصوت فضلا. انت تقولي في الشات هذا الفعل لازم او متعدي، الفعل لازم او متعدي. لان لا استطيع سماع الكل. اكتبوا لي في الشات التعبير، اكتبوا لي في الشات، اكتبوا. متعدي ام لازم؟ هل المفروض نكتبه في الشات؟ اكتبوا لي الفعل شرح ده فعل لازم او متعدي. فارس ماشي يا فارس، ركز معايا يا فارس. فارس وفريدة وسومة. يا فارس شرح المعلم الدرس، اعرب لي كده المثال كله. مستر انا بعت على الشات، ايه؟ بعت على الشات والله ما ادري، انا لا اسمع جيدا. شرح تعرف ايه؟ اسم انفعل. الماضي فعل ماضي مبني على الفتح، المعلم فاعل. هو المعلم شرح ايه؟ درس الدرس. تعرف ايه الدرس؟ مفعول مفعول. يعني انا قلت متعدي مفعول، متعدي مفعول، متعدي مفعول به واحد، يعني الفعل هذا فعل متعدي وليس لازما، فعل متعد وليس لازما. تمام. طيب اقول مثال تمام. اخر. قال المعلم، اتفضل. مش لازم المفروض يكون في اللازم فاعل يكتفي بالفاعل، لازم فاعل يكتفي بالفاعل، المتعدي مفعول ينصب مفعول به اول او ثاني او ثلاث مفاعيل. اقول ثاني. أنا اتلخبطت. تمام لا مشكلة. قال المعلم الصدق واجب، هذا الفعل قال ده لازم ام متعدي؟ اكتب لي في الشات الفعل هذا لازم ام متعدي يا ترى؟ اكتب لي في الشات. ينفع الكثير حضرتك تقرأ الجملة؟ قال المعلم بين قوسين كده الصدق واجب. أقول أنا؟ مستر أنا بعت على الشات. تمام. أنا شايف والله الكثير منكم في خطأ عنده. إيه؟ قال قال فعل ماضي، المعلم فاعل، لا يوجد مفعول به، لا في مفعول به. إحنا في المثال السابق قلنا إيه؟ قال المعلم الحق، الحق مفعول به، صح؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طب مع عندكم الجملة دي في اسمها جملة مقول القول، يعني لو قال المعلم، المعلم قال كلام كثير جدا، خمس كتب المعلم قال هو كده. كل الكلام ده مفعول به، كل الكلام في محل نصب مفعول به، يعني فعل قال فعل متعدد. عيد تاني. عيد يعني تاني. فعلا ولاد مستر فعل متعدد. قال المعلم ايه اللي قاله؟ كل الكلام اللي هيقوله ده كله في محل نصب مفعول به، اسمه جملة مقول القول، تسمى جملة مقول القول. عيد تاني. تمام. لا يا مستر انا بس مش فاهم يا مستر، ايه جملة مقول القول دي؟ يعني ايه؟ يعني الكلام اللي اتقال ده كله في محل نصب مفعول به. ممكن اقول ايه؟ قال المعلم الحق بدالها مثلا، او الصدق واضح مثلا. تمام. يعني ملخص كلام المعلم الصدق. كل الكلام ده في محل نصب مفعول به، وضحت؟ لا بصراحة يا مستر، يعني ايه في محل مفعول به؟ ماشي. يعني في محل مفعول به سهلة، انا لو قلت قال احمد مثلا، قال احمد الصدق، لا قال احمد الحق مثلا او الصدق. احمد قال الكلام الصح، كلمة الحق دي مفعول به ولا لا؟ الحق مفعول به. طيب بدل ما اقول الحق دي حذفتها وقلت الجملة دي، يعني الجملة دي كأنها بدل الكلمة دي، كأنها هي المفعول به كلها، فهمت؟ يعني انا مثلا انا قلت مفعولين بصراحة، انا قلت لا الصدق مفعول وواجب الصدق مفعول. مبتدأ وواجب خبر، والجملة كلها اسمها جملة مقول القول في محل نصب مفعول به، فهمت؟ يعني لما الاقي الصدق واجب الاقي اللي هي مبتدأ وخبر، تبقى دي في محل مفعول به. ايوه في محل جملة مقول الكلام اللي بقوله كله. تمام؟ وضحت؟
يعني الصدق القول دي في ايوه محل مقول به. ايوه دي جمله كامله اسمها جمله مقول القول، جملة مقول القول، جملة مقول القول في محل مصر. طب يا أستاذ قال أحمد أو قال المعلم، وفتح قوس كده وخم 50 60 ورقة كتبهم، كل ده في محل نصب مفعول به. تمام؟ وضحت؟ تمام، طيب واضح. سؤال تاني. زرع الفلاح وسكت، فعل لازم أم فعل متعدي؟ لازم بس لازم شرح لازم يا المعلم، مستر، فعل لازم ومتعدي. اكتبوا في الشات، لازم لازم المفاجأة انه فعل لازم متعدي. يعني مثلا حاضر يا حكيت مريم، على حضرتك ان هو ما ينفعش زرع الفلاح، مش هتبقى مفهومة لوحدها. ما انا هقول لك يا مريم، ايه المشكلة اللي انت الملخبطة عندك؟ هو انا لما بيجي الموضوع للمتعدي لمفعولين، او الجملة بتبقى شبه جملة اسمية بتبقى في محل نصب مفعول بما ما بعرفش دي اعربها. جملة مقول القول فقط، جملة مقول القول بس. عايزتني اللي عليكم انتوا جملة مقول القول، لقال قال الله تعالى، وفتحت قوسين كده وقلت القرآن كله. ما الكلام كله يعني القرآن كله كلام ربنا، فكل ده في محل نصب مفعول به. تمام؟ تمام وضحت؟ فالفعل قال هنا فعل متعدي. طب زرع الفلاح، هو الفلاح بيزرع ايه؟ هتبقى متعدي. بيزرع الفلاح المحصول الحق او الارض، صح؟ يعني انا عارف وانتوا عارفين ان الفلاح بيزرع الارض، صح؟ طب يعني المفعول به مفهوم معروف من الكلام، مفهوم من الكلام، يعني الفعل ده متعدي اذا فهم، اذا كان المفعول به مفهوم من الكلام خلاص يكون الفعل متعدي. وضحت؟ شرح المعلم، هو المعلم هيشرح ايه؟ الدرس. الدرس. طب معروفه لي انا، عارف انتوا عارفينها، يبقى ده فعل متعدي، ولكن لم اقولها لان انا عارف انتوا عارفين. فمش ملوش لازمة، فرحنا حاسفينه. يعني مثلا انت في المدرسه مين بيدرسك لغه عربيه؟ تقول مستر احمد. فصاحبك في صاحبك في تانية خامس مثلا، كل ما يجاب لك يقول لك عليك الحصه الخامسه ايه، تروح تقول له ايه؟ حصه لغه عربيه مستر احمد، ولا هو فاهم ان مدرس اللغه العربيه هو مستر احمد؟ هو فاهم خلاص. بس خلاص يعني كل حصه كل ما يجيب لنا اقول له عليه لغه عربيه مستر، ما احنا عارفينها خلاص. فشرح المعلم، مين اللي ايه اللي شرح المعلم؟ معروف الدرس. زرع الفلاح، زرع ايه؟ الارض، معروفه لدى الكل. وضحت يعني ايه اذا قدر ده متعدي ولا لازم؟ نعم يعني ده متعدي ولا لازم؟ فعل متعدي اللي هو زرع الفلاح ده، لان انا حذفت كلمه الارض. زرع الفلاح، زرع ايه الفلاح؟ الارض، بس الارض احنا حذفناها. وضحت؟ الفعل اللازم اهو اهو، ذهب احمد الى المدرسه. هل في كلام ما احنا ممكن نكون مخبيينه؟ ها؟ لا في الناس هبقى احمد بس. ذهب احمد الى المدرسه، الفعل لازم ام متعدي؟ لازم لازم لازم، ما فيش لازم مفهوم به، ده جار ومجرور، ده فعل لازم. ذهب احمد وخلاص، لا يوجد كلام نفهمه غير موظفينه يعني. تمام 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 يا شباب، يبقى ذهب احمد الى المدرسه، هذا فعل لازم، هذا فعل ايه؟ فعل لازم وليس فعل متعدي. أقل من دقيقة زي ما خرجنا ندخل على نفس اللينك، أقل من دقيقة زي ما خرجنا ندخل على نفس اللينك. طيب يا شباب، أنا لو عندي فعل لازم أريد أن أجعله متعديا، يعني عندي فعل لازم عايز أخليه متعدي كده، ذهب خالد إلى المدرسة، كيف أجعله متعدي؟ ولو لازم فعل متعدي مفعول به واحد، ممكن بنفس الطريقة أجعله متعدي المفعولين، ولو متعدي مفعول أجعله متعدي الثلاث مفاعيل عادي بنفس هذه الطريقة، كيف؟ حد عنده فكرة؟ يذهب. لا احنا عايزينه في الماضي. الزملاء اول ما خرجوا ادخلوا بسرعه، كيف اجعل الفعل اللازم فعل متعدي؟ انا عارف انه فعل لازم، كيف اجعله فعل متعدي؟ لو عملت كده اهو، ايه
ايه رايكم؟ صار فعل متعد ولا لا؟ نريد طالب يقوم بقراءتها. ينفعنا؟ اجري ماشي اقرا. أذهب الأب، اذهب أذهب الأب أحمد. الى المدرسه. اذهب، اذهب صار فعل رباعي اهو. اذهب يعني بالقوه كده، او ذهب بالقوه كده، تمام. اذهب الاب، اذهب مين؟ احمد، فاحمد مفعول به. يبقى هنا اذا هنا يا شباب جعلت الفعل اللازم فعل متعدي، جعلت الفعل دكتور، هو أنا اللازم. بعت لحضرتك على شات أذهب أحمد إلى المدرسة لا وحضرتك اذهب، اذهب نجعلها قاطع. انت عامله هنا وصلت كده فعل امر، تمام، لا تصح قاطع، لابد ان يكون لا، هي قاطع. أذهب يعني إيه الفعل ضمير مستتر تقديره أنا. لا اذهب انا، طب أذهب أذهب. احنا نقول أذهب اذهب انا احمد الى المدرسه، لا يصح، تمام. اهو انبت، اهو 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 انبت الله الزرع، انبت الله الفعل نبت، انبت الله الزرع، مش المثال اصله نبت الزرع، صح؟ نبت فعل ماضي والزرع فعل، ده فعل لازم. فأريد أردت أن أجعله متعدي، أقول نبت الله الزرع أو أنبت الله الزرع. عيد تاني. يا مستر، أنا بقول على إيه؟ مثلا أنبت الزرع، أنبت فعل ماضي، الزرع فعل لازم. لا أنبت هو الفعل، آه أنا عندي فعل نبت الزرع فعل لازم أن متعدي. نبت الزرع، لا فعل لازم لازم. لازم، لاني نبت فعل ماضي والزرع فاعل لا يوجد مفعول به. طب اذا اردت ان اجعله فعل متعدي، عايز اخليه فعل متعدي، أنبت الزرع، انقول انبت الله، نجيب فاعل من عندنا احنا، او نبت الله، وضحت اهو، انبت الله الزرع، ما زرع تنفعش الفعل. انبت الله الزرع ينبت الله مثلا. الزرع، نعم، ما تنفعش ينبت الله الزرع. هي ينبت ماضيها انبت، ايه المشكله؟ وضحت؟ فهمتوها ايه كده؟ طيب السؤال التالي، أصبح الولد نشيطا، يا ترى فعل لازم أم فعل متعدي؟ لا متعدي. تمام، اكتبوا في الشات. طب كل طالب يكتب لي في الشات، اكتبوا لي في الشات كده، أصبح الولد نشيطا، اكتبوا لي في الشات، فعل لازم أم فعل متعدي؟ أنا كتبت لك يا مستر في الشات. أنا أقرأ والله الإجابات كلها. المفاجأة الكبرى إن كان أخواتها أفعال ناسخة ناقصة لا توصف باللزوم ولا التعدي، إيه رأيكم؟ كان وأخواتها أصبح من أخوات كان، لا توصف باللزوم، يعني إيه؟ الفعل اللي لازم المتعدي بيرفع فاعل وينصب مفعول به، صح؟ صح ولا لا؟ الولد اسم أصبح، نشيط الخبر أصبح، أين الفاعل وأين المفعول به؟ في فاعل، قلت أنا كلمة فاعل ولا قلت كلمة مفعول به؟ هل قلت أن الولد فاعل ونشيط مفعول به؟ لا، فأصبح لا فعل ماضي ناسخ ناقص مبني على الفتح، الولد اسم أصبح، نشيط الخبر أصبح، هذا الفعل أم كان أخواتها لا توصف باللزوم ولا التعدي، لا توصف باللزوم أو التعدي. عد مرة ثانية. يعني هي مستر طيب اخوات كان كلها بكان، ما بتنفعش فلا تبقى لازم او متعدي. ولا هي فعل لازم ولا هي فعل متعدي، تمام. تمام. الجزئيه الثانيه اللي نسيت اقولها لكم، الافعال التي تنصب مفعولين، كنت عايز يعني اريد ان اقولها نهايه الحصه، افعال تنصب مفعولين، طبعا ظن، حسب، زعم، خال، علم، وجد، راى، جعل، اعطى، منح، منع، البس، كسى، كمان اللي هو وهب، مش عارف مكتوبه ولا لا، تمام. طيب يبقى اذا الافعال التي تنصب مفعولين اهو، ظن، حسب، زعم، خال، علم، وجد، راى، جعل، اعطى، منح، منع، البس، كسى، تمام. مستر هو انا احفظ كل دول؟ هما انت المفروض تم دراستهم من خلال العام السابق، تمام، تم دراستهم من العام السابق، تمام، الافعال التي تنصب مفعولين، تمام. عامة ممكن احاول طبيعة، احفظ اسمعوني علم النحو. اسمعوني جيد، طبيعة ما منكم، يعني من منكم يكمل طبيعة الشرح معي اثناء خلال او خلال الدروس، تمام.
لا يخلو درس اصلا، لا يخلو درس من جزئيه معنى، تمام؟ يعني ممكن ربع الحصه تقريبا كده اعرف هذه الكلمه، وفي معلومات سوف اذكركم بها، تمام؟ دي بيكون في الغالب. طيب مين كان بيسال تاني؟ مستر، هي الأفعال اللي بتنصب مفعول واحد؟ كل الافعال تنصب مفعول واحد الا الافعال اللي قلتها دي تنصب مفعول ايه، تمام؟ تمام. طيب في افعال متعديه الاربع مفاعيل اللي هي امامكم دي، تمام؟ هي هذه الافعال التي هي امامكم الحين، تمام؟ تمام. وضحت؟ ايوه طيب طب قولي احنا لي امتى ليه؟ هنلحق نحفظ كل دول؟ هو بالممارسة وكثرة الإعراب يا شباب، بالممارسة وكثرة الإعرابات، تمام؟ بالممارسة وبكثرة الإعراب بس، لا أكثر يعني، تمام؟ طب ركزوا معايا. يا مستر ازاي ما انساش القديم؟ يعني انا عندي مشكلة لما باخد السنة كده بقى بيروح ناسي كل اللي انا خدته فيها. لا إن شاء الله بإذن الله نراجع، إن شاء الله بإذن الله. إيه؟ إيه ان يمكن شاء الله. تحويل، قلت هذه الجزئية يمكن تحويل الفعل اللازم إلى فعل متعدي والعكس، تمام؟ للتفرقة أيضا بين الفعل اللازم وبين الفعل المتعدي يا شباب، من خلال طبعا ضمائر النصب. يعني ينفع نقول مثلا ضربه المعلم، ضربك، صح؟ ضمائر النصب اللي هي الكاف والهاء، هاء الغائب وكيف، هاء الغائب وكيف الخطاب، وياء المتكلم وناء المتكلمين، تمام؟ طيب أقول إيه؟ ضربك، ضربه، ضربني، ضربنا، صح؟ لكن هل ينفع اقول ذهبنا كده، ذهبنا او ذهبه؟ هل ينفع؟ لا، مش حتى الصوت نفسه، مش المعنى نفسه كده من الكلام. مش اذا ضمائر النصب لا تتصل بالافعال اللازمه، ضمائر النصب. طيب طبعا فرح الرجل اقول افرحت الرجل، او اخرجت من خرج الرجل اقول اخرجت الرجل، تمام؟ تمام. طيب لا يا مستر، الجزئية الثانية بس عشان تمام ايه يا مستر. يعجبكم سيشن. الافعال الناسخة طبعا لا توصف باللزوم او التعب. حدد الفعل اللازم، يحب الام او تحب الام الابناء، تحب الام الابناء، في خطأ في الكتاب. طيب تحب الام الابناء، فعل تقول في الشاهد، فعل لازم فعل متعدد. تقول في الشات شباب، فعل لازم وفعل متعدي. حتى يا مستر طبعا تحب فعل مضارع، مين تحب الام فيها على الابناء مفعول به، يعني هذا الفعل لازم، الفعل اللسان الثاني. يحقق يعني الخصوم اهدافهم، اي يحب، طبعا تحب هنا مستر، فعل متعدي، هو انا ما سمعتكش. هي اول واحدة فعلا لازم ولا متعدي؟ متعدي متعدي، تمام؟ فعل متعدي. طب يحقق المخلصون اهدافهم، فعل لازم فعل متعدي. متعدي. اكتبوا في الشات يا شباب سريعا. انا بكتب هو متعدي ولا لازم اكتب تحتها اعراب الجمله، حضرتك بتشوفه؟ يحقق طبعا فعل متعدي مفعول به، يحقق فعل مضارع مفعول فاعل طبعا اهدافه مفعول به. اتجه الشباب الى فعل لازم متعدي، اتجه الشباب الى تعمير الصحراء، فعل لازم فعل متعدي. لازم لازم اكتبوا يا في الشات، مستر. اكتبوا في الشات. مستر،
مستر، وانا كتبت لك في الشات تمام اجابات تمام صح انا ولا غلط؟ اقرا الاجابات كلها، انا هقول الاجابه. تمام، فعل طبعا فعل لازم، اتجه فعل ماضي، شباب فاعل لا يوجد مفعول به، جار ومجرور، التعميد اسم مجرور، استعاره مضاف اليه. تمام، طب السؤال الذي يليه، يلا اشتريعنا يا شباب، يعني مستر اتجه الشباب دي لازم. لازم وليس متعدي. السؤال الذي يليه، يلا سريع يا شباب، كل اشترك الطلاب في عمل مجلة الفصل، فعل ايه؟ مين قال المتعدي؟ ليه طيب؟ اشترك فعل ماضي، مين اشترك الطلاب في عمل، عمل اسم مجرور، مجلة تعتبر مضاف اليه، والفصل مضاف اليه. فين ثلاث مفاعيل؟ اين ثلاث مفاعيل يا حمزة؟ شوف صوتك قاطع يا مستر. ايش؟ فين اين الثلاث مفاعيل؟ انا اتلخبطت في عمل اسمه مجرور. تمام، يبقى فعل لازم وليس متعدي، يعني فعل لازم وليس فعل. طيب، تحافظ الأمة على الأبناء، فعل لازم ومتعدي، تقول في الشات يلا سريعا. يعني مستر اشترك الطالب، اشترك ده لازم. فعل لازم مش فعل متعدي. لازم. فعل لازم طبعا، تحافظ الأمة على أبنائها، لازم ومتعدي. لازم يا مستر. لا متر اكتبوا في الشات. لازم. لازم يا هل مستر في على مفعول الأقل به؟ لا. لازم. تحافظ فعل مضارع، الأمة فاعل، لا يوجد مفعول به، ده شبه جملة، على حرف جر وأبناء اسم مجرور. كرمت الدولة الشهداء، فعل لازم أم متعدي؟ تعدي اكتبه في الشات، اكتبه في الشات. ممتازة فريدة، محسن ممتاز، أين الباقي؟ أحمد، حسن، ممتاز. يبقى كرم فعل ماضي في الدولة، السؤال. كرمت الدولة الشهداء، فعل لازم أم فعل متعدي؟ صح يا مستر ولا لا؟ كتبتها في قبول. الشات. كرم فعل ماضي، التاء مثل ما احنا العرب، الدولة فاعل، كرمت من الدولة، الشهداء مفعول به فعل متعدي، مفعول به واحد. تمام، طيب الانسان الذي يليه يا شباب، فرحت فرحا شديدا، فعل لازم ام متعدي؟ لازم وشديدا دي في حال اكتب في الشات، هعرب لكم شديدا بالعربية، فعل لازم ام متعدي؟ فرحت فرحا شديدا، لازم يا شباب، لان فرح فعل ماضي، التاء ضمير مبني في محل رفع، فرحا، التاء طبعا ضمير مبني في محل رفع فاعل، فرحا مفعول مطلق، شديد النعت، شديد النعت، شديد النعت، صفة الفرح انه شديد، نوع المفعول مطلق مبين للنوع. تمام تمام يا شباب، ذهب خالد الى المسجد سعيدا، فعل لازم متعدي، سريعا يلا شباب، ممتازين، ذهب فعل ماضي، خالد فاعل، طبعا تشيل جملة إلى المسجد، جار ومجرور، سعيدا، اعربها إيه؟ حال. تمام؟ حالة مستر أيوه حال مصدر. والجملة لازم. أيوه هذا الفعل لازم، ماشي ممتازين. طيب، حمل بنك حارسه، اعربوا له كلمة حارس. اعربوا له كلمة حارس. هو ايه؟ حمل بنك حارسه، ينفع حارس، انا اقرا؟ اكتبوها. حارس تعربي كلمة حارس. مفعول به؟ هو مين اللي بيحمي؟ هو البنك اللي بيحمي ولا الحارس اللي يا بيحمي؟ ترى انا بعتها على الشات ممتازة يا فريدة، حارس فاعل، مستر. وأيضا انا كتبت فعل يا مستر. مريم ومحمد سليمان صح. مين اللي حمل الحارس؟ هو اللي حمل البنك، وده طبعا فعل متعدي، فعل ايه؟ متعدي. تمام، معلش يا مستر بس ما فهمتش الحتة دي. مين اللي حمى؟ حمى مين اللي بيحمي؟ حارس. بيحمي مين؟ البنك، مفعول به. تمام؟ هذا فعل متعدي، يتعاون الفريقان على الخير، متعدي أم لازم؟ ده مستر لازم. اكتبه في الشات، اكتبه في الشات. شوف يا مستر صح ولا غلط.
هقول انا في النهايه ممتازين. فعل لازم يتعاون فعل مضارع، الفعل فريقان، ودي شيء في جمله جار ومجرور. تمام، فعل لازم كان الولد كسولا، فعل لازم متعدي. لا يا مستر، ولا فعل ولا لازم ولا متعدي. لا ايوه، دي الذي حقنا كان سهل. فواتها لا توصف، واصبح الحكايه لا توصف باللزوم او التعدي. تمام يا شباب، في اي طالب عنده جزئيه غير واضحه؟ هل في اي جزئيه غير واضحه بالنسبه لكم؟ لا يا مستر شكرا. هو مستر الفعل اللازم والمتعدي ده لازم يبقى في الماضي ولا عادي في عادي المضارع؟ مضارع وماضي لا مشكلة. تمام، لا مشكلة يا شباب. في طالب عندي استفسار تاني؟ مستر، طب هو مستر، هو الكتاب اللي احنا هنجيبه اللي ناخد الامتحان عليه ان شاء الدروس، الله، هو هتبقى كتاب ايه؟ الامتحان ان هتبقى شاء كتاب الله، ايه؟ الامتحان كتاب الامتحان. تمام، انا هشتغل من المذكرة ولكن كتاب الامتحان ان شاء الله باذن الله. تمام مستر هو لو معايا ماشي. كتاب 22 عادي؟ كتاب ايه؟ لو معايا كتاب سنة 22 عادي؟ لا مشكلة، بس عشان الواجب بس لما برسله على المنصة. ماشي. تمام، في طالب عنده استفسار يا شباب؟ شكرا. تمام، وإلى هنا بالاعتبار نكون قد وصلنا إلى نهاية الحصة. أشكركم على حسن استماعكم وأتمنى لكم التوفيق والسداد، وفقكم الله دائما. كان معكم معلم اللغة العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مستر عبد الرحمن الإمام. السلام عليكم. نعم.